بالنسبة لسؤال الست ميرفات انها عملت عمرة لوالدها، وبتقول وهي داخلة الصفا ناس كانت بتقول نبدأ بما بدأ الله به، وناس بتقول نبدأ بما بدأت به هاجر عليها السلام. فهي بتقول هل أنا أخطأت؟ يعني كنا نقول ده دم المستحبات، يعني ده ما بيأثرش على صحة النسك أو صحة عمل السعي بين الصفا والمروة، لكن الأولى أن نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبنبتدي بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. لو حبينا نقول قلنا، طب أنا قلت ما بدأت به هاجر تؤثر، لا ما فيش حاجة. ولو قلت دي برضه هو لا تعارض بينها بين المعنى ده وبين ما قيل في الآية الكريمة، ولا يؤثر على صحة السعي.